خلال زمن الميلاد الذي يتكافل فيه المؤمنون وتتعاضد فيه كل الفعاليات الرعوية في الكنيسة المحلية بهدف تقديم الأعمال الصالحة لاستقبال طفل المغارة، فقد تكللت حلقة هذا الأسبوع من برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جور شرايحة، باستضافة الأب فرح حجازين كاهن رعية اللاتين فرمامين عبر الهاتف، الذي أسهب في تسليط الضوء على موضوع في غاية الأهمية ألا وهو الإحسان وخاصة في زمن الميلاد. فإلى هناك قديس يوحنا المعمدان في زمن المجيء هذا بتكلم عن الإحسان، وليس أفضل من الإحسان لإدخال الفرح إلى القلوب. يوجد فرح أكبر في العطاء منه في الأخ. إحسان الإنسان لأخيه الإنسان. نعم. النقطة الأولى إحسان السماء للأرض. إذا كان الله محبة فهو إذا الرحمة، وهذا ما أعلنه السيد المسيح في إحدى ظهوراته للقديسة كاترينا السيانية بقوله: علامة المميزة يا ابنتي هي الرحمة. فها هو تأخذه الشفقة، يقول الإنجيل المقدس، فيتحنن على الجموع لأنهم كانوا منهوكين رازحين مثل غنم لا راعي لها، ولم يرد يوما أن يصرفهم صائمين لئلا تخور قواهم في الطريق، وصنع لهم معجزة تكثير الأرض فالسبع والسمك. وها هو أيضا تأخذه الشفقة فيتحنن على المرضى ويشفيهم، رأى أرملة تشيع وحيدها فتحنن عليها وقال لها: لا تبكي. ثم دنا ولمس الناش ووقف حامله فقال للميت: أيها الشاب لك أقول انهض. فنهض الميت وشرع يتكلم فسلمه إلى أمه، فأسرع وألقى بنفسه على عنقه وقبله طويلا. إنه الشفوق الرحوم الذي في اللحظة الأخيرة يفتح أبواب النعيم للص اليمين. إنه حقا كما جاء عنه في سفر أشعياء النبي: مسحني الرب وأرسلني لأبشر الفقراء وأبلغ المأسورين إطلاق سبيلهم والعميان عودة البصر إليهم وأفرج على المظلومين. هذه هي محبة الله لنا، هذه هي رحمة الله لنا. أحبنا ورحمنا حتى إنه لم يضلنا بابنه الوحيد بل أسلمه من أجل خلاصنا. وهذا الابن قد أحبنا حتى بذل نفسه من أجلنا. فهل من حب أعظم؟ في هذا الموضوع نتحدث بثلاث نقاط باختصار. أولا، واجب الإحسان. إن الإحسان واجب ديني ثقيل قد فرض على كل مسيحي، وهذه بعض الآيات في الإنجيل المقدس تبين واجب الإحسان. القديس يوحنا المعمدان يقول: من له ثوبان فليعطي من ليس له، ومن له طعام فليفعل كذلك. والسيد المسيح يقول: كل من سألك فأعطه، ومن أخذ مالك فلا تطالبه به، فصدقوا بما في وسعكم وكل شيء يكون لكم طاهرا. القديس بولس: أبذل للمؤمنين في حاجاتهم ولنحسن إلى الجميع ما دامت لنا الفرصة، ولا سيما إلى الذين هم شركاؤنا في الإيمان. القديس يوحنا الحبيب يقول: من كانت له خيرات الدنيا ورأى أخاه في حاجة فحبث عنه أحشاءه فكيف تثبت فيه محبة الله؟ والقديس يعقوب يقول: إن البينونة الطاهرة الزكية في نظر الله الآب هي افتقاد اليتامى، تقع في يد المسيح نفسه. فلا نذل المسيح عند الإحسان، ولنتذكر أن الطريقة التي بها نقدم الإحسان هي إحسان. لذا يجب أن نقدم إحساننا للمحتاج بتواضع وبدون مباهاة. متى صنعت صدقة فلا تنفخ أمامك في البوق، فلا تدع شمالك تعلم ما تفعل يمينك، لتكون صدقتك في الخفية وأبوك الذي يرى في الخفية يجازيك عنها.